ساهمت الممثلات التركيات في إنجاح الدراما التركية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، فإلى جانب أدائهن المميز في التمثيل اشتهرن أيضا بجمالهن الطبيعي الملفت للأنظار. تعالوا معنا لنتعرف على 10 ممثلات تركيات يملكن جمالا ساحر سحروا به العالم. عاشرا، عارضة الأزياء والممثلة التركية سيرناي ساري كايا، هي من مواليد عام 1992. اشتهرت في مسلسل مد جزر بدور ميرا بيليجا. تاسعا، الممثلة التركية إسراء بيلجيج، هي من مواليد عام 1992. بدأت مسيرتها الفنية في مسلسل قيامة أرطغرل بدور سلطان حليمة، وهو الدور الذي حقق لها جماهيرية وشهرة كبيرة. عارضة الأزياء والممثلة التركية إلتشين سانجو، هي من مواليد عام 1985. اشتهرت بعد أدائها دور دفنة في المسلسل الكوميدي الرومانسي حب للإيجار. سابعا، الممثلة التركية نسليهان أتاغول، هي من أب تركي وأم بيلاروسية، وهي من مواليد عام 1992. اشتهرت بدور نيهان في مسلسل حب أعمى. سادسا، الممثلة التركية بيرين سات، هي من مواليد عام 1984. اشتهرت عام 2008 بدور سمر في المسلسل العشق الممنوع. خامسا، الممثلة التركية ديميت أوزديمير، هي من مواليد عام 1992. اشتهرت بدور عالية في مسلسل ليث ونورا. الممثلة التركية مريم أوزرلي، هي من مواليد عام 1983. اشتهرت بدور السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان. ثالثا، الممثلة التركية أوزجي ياغيز، هي من مواليد عام 1997. اشتهرت في مسلسل سمها ما شئت بدور زوليخا. ثانيا، الممثلة التركية توبا بويوكستين، هي من مواليد عام 1982. اشتهرت سنة 2005 بدور لميس في مسلسل سنوات الضياع. المرتبة الأولى، عارضة الأزياء والممثلة التركية هاندا أرتشيل، هي من مواليد عام 1993. اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس عام 2015. Run free and dive into the sky. Here the